قبل ما اتكلم على جو المنافسه والشحن ده، خلينا نقول الو كده يا محمد، شوف هتنجح في الاختبار وتعرف الصوت، بس اشك انك يعني لازم تنجح. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ ازيك كابتن سمير؟ الحمد لله. ازيك يا بابا؟ اهلا وسهلا. والد كابتن محمد فخري معانا تليفون. طب عرفت الصوت على طول يعني؟ بابايا. طب الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. مرتين ثلاثه واطمن عليه ضروري. اهلا وسهلا. اهلا بك كابتن احمد. يعني محمد كان لسه بيكلمنا عن الدور اللي انت بتقوم بيه معانا من زمان، كنت بساله مين اكتر شخص بتحب تسمع رايه وتحب تسمع توجيهاته انتقاداته في وقت ما، فقال لي على طول والدي، لانه الحقيقه يمكن ليه دور كبير جدا معايا. ربنا يفرحك طبعا بمحمد. انطباعك ايه انه ابنك بيلعب في النادي الاهلي، اكبر واهم نادي في مصر والوطن العربي، واحد من اهم طبعا الانديه على مستوى العالم؟ طبعا ما فيش شك ان النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط وفي مصر، والنادي الاهلي من اكبر الانديه. طبعا انا فخور بيه وفخور باللي بيقدمه مع النادي الاهلي، بس اطلب منه دايما يبذل اقصى مجهوده ويأدي كويس ويسمع كلام مدربه وياكل كويس ويتغذى كويس وينام كويس ويتوكل على الله، ودايما يكون اقصى جهد في التمرينات عشان ربنا يوفقه ويوصل اللي هو عاوزه، يكون من احسن لعيبه في مصر ان شاء الله. انت شايف مستقبل محمد مع النادي الاهلي ممكن يكون في مركز ايه، او هو كلاعب وكشخصيه وكستايل ممكن يكون اضافه للنادي الاهلي في اي مركز، وانت تحب تشوفه زي مين من نجوم النادي الاهلي؟ يعني الاهلي على مدار تاريخه مخرج نجوم كتيره جدا للكره المصريه. طبعا الاهلي كل نجوم، اي لعيب في النادي الاهلي فهو نجم ما فيش شك، لان يعني زي ما بيقولوا لعيبه الاهلي. ايوه بس انا متاكد انت كاب شايف كويس قوي وعارف كويس قوي امكانيات ابنك، وعارف انه لو اشتغل على نفسه وطور من مستواه وطور من الحتت اللي ممكن يكون قليله شويه عنده، ممكن يكون في يوم من الايام في مكان مين من لعيبه النادي الاهلي، او انت على الاقل تتمنى يكون مكان مين من لعيبه النادي الاهلي؟ هو طبعا الكابتن الكبير محمود الخطيب والجيل اللي فات ده الكابتن محمد ابو تريكه، لان محمد بيمتاز بصفات كتيره لسه ما طلعت منها ولا 10%. محمد بيمتاز، كان بيجيب كور كتيره من الكرات الثابته بيسجل اجوان، كان بيجيب كور مباشره اجوان من الكورنر، كان بيشوط الكوره برجله الشمال من تحت رجله جامده جدا، عنده رؤية حلوة الملعب، بيلعب برجلين الاثنين، مهاري، ويعني أنا شايف كراجل يعني بحب الكرة من زمان إن هو عنده صفات كتيرة، ولو لعب وخد خمس ست ماتشات هتشوف إن شاء الله لعيب كبير يعني على مستوى الدوري إن شاء الله. ان شاء الله بنتمنى له التوفيق، ويا رب تفرح بيه ان شاء الله باذن الله، ويقدر يكتب اسمه ويحفره كده في التاريخ جنب اسماء يعني لعبت ومتعت جماهير النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا. الله يخليكم. شكرا، وربنا يبارك لك في محمد يا رب.